كل ساعة من دي أكيد كان فيها المعقرب وكان فيها الطيب. حلمت بإيه؟ حلمت وأنت صغير بإيه؟ إن أنت هتبقى ضابط شرطة، وبعدين حسيت إن أنت لأ مش ده مكانك، أنت عاوز توصل للناس بشكل تاني. التغيير ده جه إمتى وإزاي؟ بص، هو في مرة وأنا في ابتدائي خدونا رحلة. الرحلة دي كانت رحلة حياتي. خدونا رحنا مبنى الإذاعة والتلفزيون، وبعدين خدونا بعد كده على كلية الشرطة. كانوا واخدين الأوائل. فدخلت هنا ودخلت هنا، شفت ده وأنا عندي 9 سنوات. الحكاية اللي أنا دخلت نوادي علوم الأهرام مع أخويا الكبير، وكنا بنشوف الصحفيين وإحنا صغيرين، كان نفسي ابقى صحفي. وبعدين نجحت، دخلت كليه الشرطه، وبقيت مكمل في جريده الاهرام برضو في نوادي العلوم، واتخرجت ودخلت كليه الاعلام، ودخلت التلفزيون، كملت المشوار يعني، وسبت الشرطه. لما عملت كلام من دهب خدت اجازه من الشرطه وما كملتش يعني، وما كملتش في الشرطه. والدتك عملت ايه ساعتها؟ هي والدتي شافت حلقات من المواجهة وتوفت قبل كلام من ذهب. كان نفسي، ما شافتش نجاحك؟ ما شافتش كلام من ذهب. كان نفسي انها تشوف حلقة من كلام من ذهب، بس هي ماتت واحنا بنجيب لها اكياس دم. ماتت وهي مريضة، فحياتي فيها جزء من الحاجات اللي بحاول اساعد فيها. عشان كده عملت حلقة عن اكياس الدم الملوثة. حملات كتيرة واتلغت؟ في حلقة ما اتذاعتش، عملتها على المستشفى، كانت في القاهرة، كان فيها كاس دم نقلت ايدز ل21 حالة. وما اتذاعتش ليه؟ ده كان برنامج مين السبب؟ اتوقف البرنامج بقى بسبب الحلقة؟ قال لك بقى يفتح علينا باب ومش عارف ايه، خلاص شكرا. انا اتوقف لحاجات كتير قوي، بس ما كنتش بتناضل ساعتها ولا كنت بتسكت وخلاص؟ يعني ما حاولتش توصل وجهة نظرك، ولا الموضوع اكبر من وجهه النظر؟ اقول لك على حاجه في الاعلام، خديها قاعده يعني، عمر نوح وصبر ايوب طنشي. يحصل كذا، شكرا. لازم الواحد يحتفظ بقدر كبير من الاحترام لعمله ولشخصه. لو كان السوشيال ميديا ساعتها موجوده، كانت هتساعدك انك تنزل الحاجات دي؟ ممكن، بس كان الوقت كان صعب. وبعدين كنت ساعات بالذات كلام من دهب بعد الساعة 1 بالليل في الوقت ده، لغاية لما اتلغى، عشان يتقال مفيش فقر في مصر. بس واجهت ده بالصبر، واحنا دلوقتي الحمد لله في يعني بنعمل أي حاجة ومكملين. طيب خلينا ناخد الموضوع واحدة واحدة. أول يوم لأول نجاح ما بتنساهوش؟ تصوير أول لقطة لكلام من دهب، واحد خد الجايزة، محمد من البحيرة جاي قابل مهندس، ما لقاهوش، راجع في ميدان رمسيس، بقول له انت فاكره باسمه وكل حاجه، اول جايزه دي غيرت البرنامج، عملت له كده. فقلت له رجل تمثال رمسيس، انهي اللي قدام، اليمين ولا الشمال؟ انت عارفه السؤال؟ عارفة؟ لا مش عارفه. اليمين ولا سؤال للمشاهدين. الشمال عشان القلب يعني، تبقى قدام يعني. فانا واقف ورا التمثال كده، وقلت له انت كنت جاي مصر ليه؟ قال لي المهندس مش عارف فين، ما لقيتوش عشان بدور على شغل وراجع على البحيره دلوقتي. فساعدناه في اجابه السؤال، وخد الجنيه الذهب، شالني بتاع مثلا دقيقتين ثلاثه لفوق كده، ومش عارف، قعد يعيط. دخلنا البرنامج من برنامج مسابقات عادي لبرنامج جماهيري ناجح جدا. كانت اتعملت كام حلقه قبليها وكان نجاحها عادي؟ كان لسه قبل ما نذاع البرنامج، دي اول جايزه بنقدمها. فكل الجوائز قلنا تروح لأهالينا وناسنا اللي محتاجين الجائزة دي. أوكي. فغير شكل البرنامج من أجمل وأحلى الجوائز. وأعتقد المخرج نبيل عبد العيم نزل أغنية إخواتي يا أهلي يا جيراني، أنا عايز أخدكم في أحضاني، عبد الحليم حافظ. والراجل بقى بيحضني بيعصر فيا، خلاص يا حاج خلاص، خدت الجنين ده وخلاص. بعديها مشيت في الشارع إزاي؟ بعديها بقى مشوار النجاح، بس بقينا نقرب اكتر. وعملنا، كنت بتعمل جزء خيري في اخر البرنامج، فقره، وده المعنى بتاع البرنامج يعني. ده كان اول برنامج انساني يقدم خدمات للناس.
اعتقد كان في الاذاعه كان في بعض الفقرات بس اول برنامج لا مصور تلفزيوني اعتقد بعض الزملاء عملوا كده بس اول برنامج ينجح ويعمل التركيز الكبير ده يبقى فقره ثابته يعني. وبعدين البرنامج كان فكره مين؟ فكرتك؟ فكرتي انا. انا بكتب كل برامجي بس طبعا كان في مؤدين وزملاء وكل الناس كانت يعني الاستاذ نبيل المدير التصوير ساعتها في الوقت ده استاذ عيسى كله اللي يقول حاجه احنا يعني بنشتغل تيم ورك يعني. بس البرنامج ده الملوك والرؤساء كانوا بيتكلموا عشان بعض الحالات فيه. احساسك من الطفل اليتيم العادي لشخص ناجح الملوك والرؤساء بيكلموه علشان يعالجوا الحالات، معنى كان هم بيتفرجوا على البرنامج، مفيش لحظه غرور؟ لا ما بينك وما بين نفسك كده؟ لا وتعالجت منها ان الناس تبوسك ست او راجل بقلب دي تساوي كتير عندي.